في بداية فيلمنا بنشوف ولدين صغيرين أساميهم ترافيس وهاريسون، وترافيس بيبقى بيعلم هاريسون شتايم قبيحة علشان يقولها، وهاريسون بيكررها وراه، وهما ماشيين في أرض فيها زرع بعيد من البيت، وبعد كده بيعدوا السلك اللي محطوط وبيكملوا في طريقهم، لحد ما بيشوفوا بيت تعبان فبيسدوه بالخشب اللي معاهم، وبعد فترة من المشي بيلاقوا قدامهم عربية شرطة مركونة، وترافيس بيفتكر إن البوليس زمانه بيدور عليهم بسبب اللي عملوه، فبيحاول يلهوا البوليس اللي في العربية علشان يهربوا من غير ما حد يلاحظ، بس الطوبة اللي ترافيس بيحدفها يدوب بتلمس العربية بس، وترافيس بيخاف ليتقبض عليهم بعد ما ياخدوا بصماتهم من على الطوبة، بس هاريسون بيعترض وبيختلف معه في رأيه مع انه بيكون لمسها بايده هو كمان، وبعد كده الولدين بيقربوا من العربية اكتر وبيستوعبوا فجأة ان مفيش حد جواها، فترافيس بيقترح انهم يلمسوا العربية ويجروا تاني على مكانهم، وبعد ما بيعمل كده فعلا هاريسون بيقلده وبيروح يلمس العربية هو كمان وبيرجع مكانه، وبكده بيتأكدوا ان مفيش حد حوالين العربية، فبيقربوا بيحاولوا يشوفوا ايه اللي جوه العربية وبيحاولوا كمان انهم يفتحوها، بس بيلاقوا كل الابواب مقفولة ما عدا باب كرسي السواق، واللي هاريسون بيفتحه بكل سهولة، واول ما بيفتحه ترافيس بينط جوه العربية على طول وبيقول لهاريسون يركب معاه، بس هاريسون بيكون خايف وبيشاور له على ازاز المشروب اللي موجود على العربية واللي بتدل على ان الضابط اكيد قريب منهم، بس ترافيس مش بيهتم وبيبدأ يقلد اصوات العربية، وبعد شوية هاريسون بيدخل العربية هو كمان، وهم بيلعبوا في العربية ترافيس بيلاقي مفاتيح العربية، ولما بيدخلها في العربية بيلاقيها اشتغلت، فالولدين بيطلعوا يجروا من العربية من الخوف، بس بعدين بيرجعوا تاني، وبعد شوية ترافيس بيبدأ يتعلم ازاي يسوق العربية لوحده، ومع ان هاريسون ما بيكونش متفق معاه في سواقة العربية وبيقول له انهم كده هيدخلوا في مشاكل، بس ترافيس بيقنعه وبيقول له لو حد شافه ما يقول انهم بوليس وخلاص. انت يالا ناسي ان كنت بخدم في الشرطة المدرسية؟ لا خلي بالك انا قديم في المجال ده. وبعدها بيشغلوا العربية وبيمشوا بيها في المكان وبيكونوا مبسوطين بالتجربة دي، وبعدين بنكتشف ان عربية الشرطة دي تبع الضابط كريتزر، واللي ركن العربية في المكان اللي الولدين لقوا فيها علشان يدفن هناك جثة واحد بعد ما بيطلعوا من شنطة العربية، ولما كريتزر بيرجع للمكان اللي ركن فيه العربية بيلاقيها اختفت، فبيتصل بالاسم وبيحاول يعرف الخباثة اذا كان في حد استخدم الراديو بتاع العربية، ومش بيعرفهم ان العربية اتسرقت، ولما بيكتشف ان محدش استخدم الراديو بيكذب على الضابط اللي معاه على التليفون وبيقول له ان كل اللي حصل هو ان الراديو بتاع عربيته مش شغال كويس، وانهم لو عاوزين يوصلوا له فالاحسن انهم يتصلوا بيه على تليفونه، وبعد كده بيجري من المكان وبيقعد يدور على العربية. وفي الوقت ده ترافيس وهاريسون بيكونوا لسه بيستمتعوا بالعربية، بس بيتفقوا انهم ما يستخدموش راديو العربية علشان اصواتهم ما تتسجلش ويقبضوا عليهم، وبعد فترة هاريسون بيسوق هو بدل ترافيس والعربية بتتحرك، وبعد ما بيخبطوا في السور السلك هاريسون بيبدأ يتعود على السواقة وبيتحرك بالعربية، وهم ماشيين في الطريق هاريسون بيسوق بالراحة جدا، وده بيخلي ترافيس يزهق فبيطلب من هاريسون انه يخليه يرجع يسوق هو، والمرة دي ترافيس لما بيسوق بتهور وبيمشي بسرعة بالعربية، وهو ماشي بيكون هيخبط في عربية واحدة على الطريق اسمها بيس، وبيس لما بتشوف ده مش بتبقى فاهمة ايه اللي بيحصل في العربية اللي عدت من جنبها. وفي الناحية التانية كريتزر بيبقى جري مسافة بعيدة، وبعد شوية بيوصل في مكان فيه ناس وبيشوف عربية مركونة، فبيفتح العربية وهو بيبص حواليه علشان محدش يشوفه، وبعد كده بيقطع السلك وبيوصله علشان يشغل العربية، وبيحاول طول الطريق انه ما يلفتش الانتباه، خصوصا لما بيشوف واحد غريب واقف قريب منه وهو واقف في الإشارة، وأول ما الإشارة بتفتح كريتزر بيتحرك فورا وبيمشي من طريق مقفول، بس مش بيلحق يبعد كتير عشان بيطلع له ظابط يوقفه، وقبل ما الظابط ينزل من على الدراجة بتاعته ويوصل لكريتزر، كريتزر بيتصل بالظابط من تاني وبيطلب منه يعلن شفرة جريمة للظباط في المنطقة اللي حواليه، ولما الظابط بيوصل للعربية بيسأل كريتزر عن أوراق العربية، بس كريتزر وهو بيدور في التابلوه الظابط بيشك فيه وبيحس انه بيستعبط، فبيطلب منه ينزل من العربية، ولما كريتزر بيدور على المسدس بتاعه علشان يستخدمه الظابط بيجيله النداء انه يبص كويس في المنطقة علشان في جريمة حصلت، وبعد ما بيرد بيرجع على الدراجة بتاعته وبيسيب كريتزر، وفي الوقت ده بيس بتروح مطعم وبتكون لسه مش مصدقة اللي شافته ومصدومة، وفي اللحظة دي بتشوف اتنين ظباط وهما داخلين المكان فبتروح تبلغهم باللي حصل، وفي الوقت ده كريتزر بيقف بالعربية وبينزل منها بعد ما الظابط بيبعد وبيطلع يجري على بيته، ولما بيوصل هناك أول حاجة بيعملها هو انه بيركب الشاحنة بتاعته وبيشغل الراديو وبيتصل بالاسم تاني، وهناك بيعرف ان في طفلين هما اللي سرقوا العربية، فكريتزر بيتفاجئ ان اللي عملوا كل ده يبقوا طفلين مفعيص، بس في نفس الوقت بيطمن لما بيعرف، وبيقول للست اللي معاه على التليفون انها تلغي البلاغ وبيطلب منها انها تغير له قناة الراديو لان في مشكلة في جهاز الراديو بتاعه، وبيحاول يحلها وبيعرف ان كل الضباط قفلوا القناة، فبيرتاح لما بيسمع ده،
وبعد كده بيدخل البيت وبيكون متضايق على الآخر فبيكسر الفازة، وبعدها بيرجع العربية وبيستخدم الراديو وبيتصل بالعربية المسروقة بتاعته وبيقول للولدين إنهم لازم يرجعوا العربية وإلا هيدخلوا في مشاكل كبيرة، وبيقول لهم كمان إن محدش غيره يقدر يسمعهم، بس محدش بيكون سامعه أصلا في وقتها لأن الولدين بيكونوا مش في العربية وبيلعبوا بالشريط بتاع التحذير والأسلحة اللي لقوها في العربية. وفي مرحلة ما ترافيس بيحاول يضرب نار على هاريسون وهو لابس البدلة المضادة للرصاص، فمش بيعرف يستخدم السلاح اللي معاه، فبيكون عايز يستخدم المسدس الصغير، بس هاريسون بيخاف وبيخبيه في هدومه وبيقول له انه مش عارف هو فين. فترافيس بيدخل العربية يدور على المسدس بس بيسمع رسالة كريتزر اللي بعتها على الراديو، فبيجري ينادي على هاريسون وبيحكي له وبيقعدوا يسمعوا في رسالة كريتزر وبيكرروها كذا مرة، ومع انه بيكون قايل لهم على شوية تعليمات ينفذوها بس مش بيسمعوا الكلام. وبعدها هاريسون بيقول لترافيس انهم لازم يسيبوا العربية ويمشوا، بس ترافيس مش بيوافق وبيكون شايف انهم هيقدروا يهربوا بالعربية، بس في وسط خناقهم بيسمعوا صوت كركبة جاي من شنطة العربية، فبياخدوا الاسلحة اللي معاهم وبيفتحوا الشنطة وبيلاقوا راجل مصاب جواها وبيتحايل عليهم انهم ما يقتلهوش. وبعد شوية بيلاحظ ان الولدين هما اللي واقفين قدامه مش الضابط كريتزر، ولما بيسألوه اذا كان شخص طيب ولا شرير الراجل بيقول لهم انه راجل طيب، فالولدين بيوافقوا انهم يفكوه بس بيقولوا له انه مش هيقدر ياخد منهم العربية، والراجل بيوافق وبيعرض عليهم كمان فلوس وانه ياخدهم للنادي، وفي النهاية بيقدر يقنعهم انهم يفكوه وبيقول لهم كمان ان الضابط هو لراجل شرير. وفي الوقت ده كريتزر بيكون حاسس باحباط وهو في البيت وبيفكر في اللي هيحصل له، وهو بيفتح كياس المخدرات وبيفضيها في الحمام، وبعد كده بياخد مسدسه والهوية بتاعته وشوية حاجات تانية وبيحطهم في الشنطة. وهو طلع من اوضته بيسمع صوت هاريسون وهو بيرد عليه وبعت له رسالة على الراديو، فكريتزر بيفرح اخيرا لما بيتكلم معاهم وبيخليهم يقولوا له على مكانهم، وبعدين بيقول لهم انه جاي ياخدهم وانهم كل اللي مطلوب منهم يعملوه هو انهم يقعدوا في العربية من غير ما يلمسوا اي حاجة، وبيسألهم اذا كانوا فتحوا شنطة العربية وهاريسون بيجاوبه بلأ. وبعدين بنكتشف ان الراجل اللي كان في شنطة العربية مهددهم وهو اللي خلى هاريسون يقول كده لكريتزر، وبعد ما بيقفلوا معاه بيقعد الولدين في الكرسي اللي وراه. وفي الوقت ده الولدين بيحاولوا انهم يهربوا فبيضرب طلقة في الهواء بالسلاح اللي معاه وبيوريهم انه شغال، والراجل بيكون باين عليه انه مجرم فبيحاول يدور على مكان يستخبى فيه بس مش بيلاقي، فبيركب العربية وبيمشي بها خطوتين لحد ما بيلاقي مكان على الطريق فيه اماكن يقدر يستخبى فيها، ولما بينزل بيحط ازاز جنب العربية وبيروح يستخبى في مكان قريب وبيحاول انه ينشن عليها من مكانه. وفي الوقت ده في العربية الولدين بيكونوا مرعوبين، خصوصا لما بيلاقوا الراجل بينشن كويس من بعيد وبيقدر يصيب الإزازة، وبعدها بيروح للولدين وبيهددهم انه هيقتل حيواناتهم الأليفة واهلهم لو قالوا للضابط على المكان اللي مستخبي فيه، وبيقولهم يقعدوا ساكتين وبس في العربية. وبعد كده بيرجع يستخبى في نفس المكان، وهاريسون بيطلع المسدس الصغير اللي كان مخبي في هدومه وبيقول لترافيس يستخدمه ويقتل بيه الراجل لما يقرب منهم تاني، بس لما الراجل بيقرب منهم وبيكون مستني الضابط ومش قادر يصبر ترافيس بيمسك المسدس بس مش بيقدر يدوس على الزينات، وبيرجع المسدس لهاريسون واللي بيكون حاسس بخيبة امل في صاحبه البق. وبعد شوية بيجي كريتزر بعربيته اخيرا وبيشك لما بيشوف باب العربية مفتوح، فبيمشي بالراحة ناحية العربية وهو بيبص حواليه علشان يشوف اذا كان في حد مستخبي هنا ولا هنا، والحسن الحظ بيعدي من الناحية التانية عكس المكان اللي المجرم مستخبي فيه، والمجرم بيكون متعصب انه كده مش هيقدر ينشن كويس على كريتزر، فكريتزر بيفتح باب العربية وبيفرح لما بيشوف الولدين وبيقول لهم كمان انه هياخدهم يوديهم لاهاليهم، بس سكوتهم بيخليه يقلق، فبيبص حواليه وبيشوف المجرم وهو مستخبي، وبعدها بيقفل الباب وبيوطي وبيسأل الولدين اذا كانوا فتحوا شنطة العربية ولا لا، وبيكرر سؤاله كتير لكن مش بيردوا عليه، فبيهددهم بالسلاح اللي معاه وبيقول لهم انه هو الشخص الوحيد اللي يقدروا يثقوا فيه. وفي اللحظة دي بيسمع صوت عربية جاية ناحيته وبتطلع بيس، ولما بتوصل عندهم بتركن عربيتها قدام عربية كريتزر وبتروح لعربية الشرطة، وهي بتزعق للولاد على اللي عملوه وبتقول لهم انها كانت عارفة انها مش بيتهيأ لها، وبعد كده بتروح علشان تفتح لهم الباب بس بتشوف كريتزر وهو قاعد جنب الباب وفي ايده سلاح. وفي البداية بيس بتخاف وكريتزر بيقول لها انه ظابط وان في مجرم بيحاول يضرب عليه نار ومستخبي ورا، وبيقول لبيس انه محتاج مساعدتها في انها تجيب له مفاتيح العربية من هناك علشان يقدر يتصرف، وبيس بتوافق تساعده وبتقعد تدور على الارض على المفتاح، والمجرم بيكون مستغرب فبيرفع السلاح عليها، وهي بتقرب بتشوف المجرم اللي ماسك السلاح فبتقول لكريتزر فورا، بس المجرم بيضربها بطلقة في دماغها، وهنا الطرفين بيبدأوا يضربوا نار على بعض كريتزر والمجرم، والقتال بينتهي بإصابة الاتنين لبعض وبيقعوا على الارض، وكريتزر بيقدر يوصل للعربية وبيحط ايده اللي غرقانه دم على شباك العربية، والولدين بيكونوا مرعوبين جوه العربية
ومع الوقت الشمس بتروح وهم بيبقوا لسه بينادوا على حد يساعدهم، بس محدش حواليهم بيقدر يسمعهم، ومهما حاولوا يفتحوا باب العربية مش بيقدروا. فهاريسون بيطلع المسدس اللي معاه علشان يضربوا بيه على ازاز العربية ويفتحوا الباب من برا، بس مش بيقدر يستخدم المسدس. فترافيس بياخد منه المسدس وبيحاول يستخدمه هو كمان، بس مش بيعرف. فهاريسون بياخده تاني من ايده وبيحدفه على شباك العربية كذا مرة، لكنه مش بيتكسر، فبيجرب يضرب بيه في السقف، وبالغلط بيضرب بيه طلقة، والطلقة بتكون صوتها عالي عليهم جدا في العربية. فترافيس بياخد المسدس وبيضرب بيه طلقة في الشباك، وفي أول محاولة مش بيقدر يفتحه، بس من تاني طلقة الشباك بيتكسر، وهاريسون بيقدر يفتح الباب وبيطلع يجري. وهو بيجري بيسمع صوت ترافيس وهو بيناديه، ولما هاريسون بيرجع له بيلاقي إن ترافيس متصاب بالرصاصة الأولانية بعد ما خبطت في الشباك ورجعت خبطت فيهم، وترافيس بيكون عمال ينزف. فهاريسون بيركب العربية وبيقفل الباب وبيمشي بالعربية، وفي الوقت ده كريتزر بيطلع لسه ما ماتش بس متصاب، وبيروح يركب عربيته وبيطردهم. فبيحاول يتكلم مع الولدين عن طريق الراديو وبيقول لهم يقفوا بالعربية علشان ياخدها، بس هاريسون بيطنشه، وكريتزر بيقرر يخبط العربية اللي راكبينها بعربيته، لكن هاريسون بيقدر يتحرك بالعربية وبيعدي بيها الناحية التانية. وفي الوقت ده كريتزر هو ماشي وراه بيخبط في بقرة، وهاريسون بيقدر يهرب وبيفرح لما بيقدر يبعد عن كريتزر، بس لما بيبص ورا على ترافيس بيلاقيه بينزف جامد وبيموت، فبيسوق أسرع. وبعد كده بيشغل سرينة العربية وبيسمع صوت واحدة بتتكلم على الراديو وبتسأل إذا كان الضابط موجود. وفي الأول هاريسون مش بيرد، بس وهي على وشك إنها تقطع الاتصال هاريسون بيرد عليها أخيرا وهو ماشي بالعربية. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.